ربنا قدامك في هذه الآية: لا تخف لأني معك، حتى لو تقدمت للموت والاضطهاد. ما هو ربنا يسوع المسيح ما سابش القديسة سارة هي وعريانة. شوفوا عمل لها ايه. ظهر الملاك، ملاك الرب ظهر للقديسة سارة في الحال، وكمان لبسها تونيا مورانية، وكان كل واحد بينظر ليها ما شافهاش عارية، لكن شافها تضيء كالنور ومجد اسم السيد المسيح. الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. سلام ونعم لكل مشاهدين ومتابعين قناة سيرة شفيع في كل مكان. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم. شفيعتنا النهاردة في السماء هي القديسة العظيمة البارة سارة، وقد تشبهت بالقديس العظيم البار الانبا ابراهام اسقف الفيوم المتنيح، شفيع المساكين والفقراء. قد سميت بانها شفيعة الفقراء والايتام، وكمان قالوا عنها الارملة البارة، وهي من شهداء انصار الابرار. فعلا لو ركزنا في حياة القديسة سارة هنلاقي ربنا رتب حياتها وكمان عوضها اضعاف اضعاف. وقد تم معرفة قصتها بارشاد من رب المجد يسوع المسيح والقديس العظيم سريع الندهة مرقس الروماني في يوم الجمعة الموافق 12/8/2022 ميلاديا، يعني قريب. كانت هذه القديسة العظيمة سارة تحب رب المجد، بس مش تحبه كده وكلام، لا، كانت تحبه من قلبها، وكانت تحب الفقراء والأيتام. وبعد وفاة زوجها وهي في سن صغير جدا فتحت بيتها للأيتام وتعمل بمحبة ربنا، وكانت تعول أكثر من، اسمعوا كويس الرقم، كانت تعول أكثر من 150 يتيم. فعلا كان عدد كبير جدا بالنسبة لواحدة أرملة وكان سنها صغير جدا. أعتقد إن لو في حد في سن هذه القديسة العظيمة سارة وزوجها مات وهي صغيرة، كانت ممكن تقول أجل حاجة تفكر فيها تتزوج، صح؟ كانت ممكن تصاحب ناس أشرار، كانت ممكن تجيب مثلا عربية، أنا بتكلم على عصرنا الحالي، كانت ممكن وممكن وممكن، صح؟ لكن هذه القديسة العظيمة سارة فكرت وحسبتها صح، حسبت وعاشت الحياة المسيحية وتألمت مع المسيح وهي على الأرض علشان تعيش معاه المجد. هذه القديسة العظيمة سارة فكرت في حياتها السماوية مش الأرضية. بجدرا لما بقول سيرة أو بسمع سيرة وحياة قديسين بقول يا بختكم، يا ريت يكون الواحد عنده جزء من محبتكم لربنا. والوالي بعد كده طلب من هذه القديسة سارة أنها كانت جميلة أن يتزوجها، لكن القديسة سارة رفضت. يا قديسة يا سارة، ده الوالي عايز يتجوزك، يعني فلوس، يعني جاه، يعني قصر، يعني دنيا تانية، هينقلك في مكان أفضل. لكن هذه القديسة رفضت، وده اللي خلى الوالي يغضب جدا من رفضها، وأراد أن يكسر عينها. أمر الجنود فورا أن يجردوها من ملابسها وتمشي عارية أمام الناس. ياه، ليه كده يا سيادة الوالي؟ ده كله عشان رفضتك؟ بس عملت كده؟ عمل كل ده علشان رفضت الوالي. ياه يا سيادة الوالي. لكن رغم كل ده ربنا ما سابهاش. يا صديقي، دايما حط ربنا قدامك في هذه الآية: لا تخف لأني معك، حتى لو تقدمت للموت والاضطهاد. ما هو ربنا يسوع المسيح ما سابش القديسة سارة هي وعريانة. شوفوا عمل لها ايه. ظهر الملاك، ملاك الرب ظهر للقديسة سارة في الحال، وكمان لبسها تونيا مورانية، وكان كل واحد بينظر ليها ما شافهاش عارية، لكن شافها تضيء كالنور ومجد اسم السيد المسيح. تسببت في ان اغلبية الناس اللي كانت قاعدة في ساحة الاستشهاد انهم يأمنوا بالسيد المسيح، محدش شافها عارية. ربنا هو اللي بيستر الناس، ربنا بس. اشتد غضب الوالي، امر بموتها في الحال. استشهدت هذه القديسة في 22 مصر الموافق 28 أغسطس.
نتعلم النهاردة من هذه القديسة العظيمة سارة شهيدة قنصنة العظيمة المدينة المحبة للسيد المسيح على اسم السيد المسيح، استشهدت وكانت لينا النهاردة مثال وشفعتنا في السماء. النهاردة هنتشفع بيها تكون شفيعة لكل المخطوفات من بناتنا. نقول له يا رب بشفاعة القديسة العظيمة سارة بنتك اللي انت ما سبتهاش وغطتها بتونية نورانية والكل شاف مجدك فيها، تعال النهاردة ورد كل بناتك اللي بعدوا عن حظيرتك. حتى لو البنات غلطانة، حتى لو الشباب غلطانين وبعدوا عنك، علشان خاطري اعمل زي الابن الضال، انت اللي جبته محدش جابه غيرك يا رب. جيب يا رب بناتك وولادك اللي ضلوا عن المسيحية وراحوا في أي حتة، مش بس اللي حولوا، لا، اللي راحوا الجهاوي، اللي بيشربوا، اللي بيسكروا، اللي بيزنوا، واللي واللي. يا رب من فضلك النهاردة بنتشفع بهذه القديسة شفعتنا في السماء القديسة سارة، استرنا يا رب قبل ما الزمن يفضحنا، يفضح أولادك المسيحيين. طبعا يا رب ما يرضيكش، علشان خاطر يا رب النهاردة كلنا يا رب بنترجاك عشان ترجع كل ولادك كل بناتك بركة هذه القديسة العظيمة سارة شفيعة المساكين والفقراء وشفيعة المخطوفات تكون معي ومعكم، واسكونا في صلواتكم سيرة الشفيع.